تحياتي ليك كابتن محمد السباعي، وفي ختام بطولة جميلة كأس العالم في مصر على استاد القاهرة، ومن صالة واحد بالتحديد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا اللي هتقام بعد لحظات، يمكن هتكون مباراة قوية والجماهير بدأت تتوافد، يمكن في المئات موجودين دلوقتي وما زال الأعداد بتستمر وبتزيد في أرضية الملعب. كابتن محمد خلينا أنوه لأن منتخب نيوزيلندا قبل بدء المباراة بالتحديد هيكون في زي استعراض أو شو هم متعودين عليهم قبل بدء المباريات عامة هيقدموه في الملعب قبل المباراة. وخليني أرحب برضو بضيفي كابتن طارق صبحي مدرب مساعد منتخب مصر. يعني كابتن طارق تحياتي ليك، ومباراة النهاردة ختامية، مباراة كانت جميلة وعايزين نعرف رأيك عن البطولة، وأيضا منتخب مصر النهاردة بيلعب على المركز الـ11 أو الـ12، هل شايف أن التصنيف ده لمنتخب مصر عالميا هو تصنيف جيد ومناسب لمنتخب مصر؟ أو طبعا تنظيم بالنسبة للبطولة، طبعا إن هي تبقى أول مرة في مصر وفي أفريقيا ده حاجة إنجاز لكرة السلة المصرية ولشعب مصر عامة. البطولة ناجحة بالمنظر ده، حتى الوفود اللي موجودة كلها مش مصدقين الخدمة اللي هما فيها، سواء فايف ستار في الفنادق، معاملة إزاي، التنظيم عامل إزاي، كل حاجة كويسة جدا. بالنسبة لمنتخب مصر طبعا إحنا كنا بنأمل إن إحنا نحقق مركز أحسن من كده، لأن آخر الجهاز اللي موجود حاليا معانا الأسباني هو جاهز لحق 11 عالميا في اخر كاس عالم اليونان، وكنا نتمنى ان احنا نحسن المركز ده، وكان ماتشات قريبه جدا، ماتش الارجنتين واليابان، لكن الاصابات فعلا حاجه يعني مش بمزاجنا. يعني النهارده مثلا هنلعب مباراه كان حافظ على المركز ال11، يعني نرجع خطوه لورا ال12 لو خسرنا بعد الشهر، احنا بنحاول. بس عندنا النهارده اصابتين الشيخ وبيبو من عناصر مهمه جدا فرق مصابين، لكن باقي الولاد يعني متحمسين ان هم يعملوا حاجه النهارده يعني ان شاء الله. طارق سريعا، ايه اخر الكلام اللي قلتوه للعيبه في خلع الملابس قبل بدء المباراه وهي مباراه خلاص ختاميه في البطوله؟ هي عامه قبل اي مباراه بنتكلم فنيات، بس الفرقه دي بتعمل ايه وهنوقفها ازاي وهم بيدافعوا ازاي وهنلعب عليهم ازاي، حاجات فنيه. وكل الشغل بالنسبه لنا احنا كمدربين مصريين تحميس الولاد ان هم يعني النهارده يبقى حاجه مشرفه ويلعبوا على مركز يليق بمصر، يبقى الختام مسك يعني. شكرا لك يا كابتن طارق. شكرا ليك.